صباح الخير. احنا دلوقتي قاعدين تحت شجرة الجوافة انا وسمسم، وهنوريكو اغرب حاجة، اصغر تعبان في العالم، اسمه تعبان البح الدودي. بصوا كده معانا شكله ايه، وقلنا يا سمسم الثعبان بتاعك ليكم اصدقاء عامل ايه. هو ده البح الدودي. معانا سميرة اهو هيوريكو. ايوه هو بقى بيجري بسرعة قوي كده ليه؟ زي التعبان بالظبط ولا هو تعبان اصلا؟ هو تعبان اصلا. حتى بص لو سبناه. يا ماما يا ماما ده بيجري بسرعه. خد راح فين؟ مش عارف. تعالى رفيع مش عارف امسكه عشان اصغر. استنى اقرب له اهو. ده غير الطعم بقى. ممكن بقى تطلع لنا طعم كمان، اصل احنا يا جماعه لقيناه واحنا كنا بنقول عليه بتاع السمك اهو البح الدودي. مش بقول لك فيك هتلاقي هناك الحاجات دي كلها. تعبان هو ده نوع من انواع ده اصغر تعبان في العالم. ده بياكل بيض النمل. ويورز ده؟ لا يا خالو ده بقول لك من صغره بياكل بيض النمل. هيعضني ازاي؟ ياكل بيض النمل يا فغنن. خبك عشان طار. يا ماما شوف عايز يلعب يا ابن اللذينة. بابا ده بيجري على الرملة. ايوه يغرز نفسه. مسكته. ايوه يغرز نفسه في الرملة ويهرب. تين عايز يجري. ما لقيتش غير واحدة بس؟ ما لقيتش غير واحد. ورينا بقى الطعم كده عشان نشوف الفرق بين الطعم وبين البح الدودي. حتى في طريقه المشي حتى الطعم راسه ومدوره. وجايب كمان انطور اللي هو اسمه الحفار. فحار فين هو ده؟ ده مرعب. خلي بالك لا يطلع يجري هيبهدلنا. يا راجل هنوريه لكم دلوقتي. اصبر هنوريه لكم. بصوا فرق الطعم. ده بقى الطعم وده البح الدودي. حتى ماليش دعوه بالحاجه. طب انا هقفل على ده عشان الفحار ما يطلعش. فين هو الفحار ده؟ الفحار ده هنوريه لكم دلوقتي. هنوريه لك دلوقتي بشكل غريب. حتى في الفرق عندهم ده اكبر من كده كمان. وده البح الدودي. دول بقى قد ايه؟ دول يجيب كام دول؟ قلنا بمعارف بس هو ما يقولهم 8 كيلو ولا حاجه. بكام التمن بقى؟ يعني يعمل له بتاع 60 70 جنيه 100 جنيه كده يعني. يلا يا عم بيبيعوه بتوع السمك. ها يا سلام. ده الطعم. ده الطعم بقى. عمك صبر اللي وراك ولا مين؟ عمو صبر جه جاب مكان سحري. هو عارف الاماكن يا ولا. والمكان ده مليان بحدودي. ده لم معاهم قد كده عشان بيقول لك هيروح يصطاد. فانا هبعت العيال دلوقتي يقولوا انت هتصطاد امتى خدنا معاك. قال لي متى ما انتم هتاخدوا يبقى اخد انا كمان بالمره. لم ليه انا كمان. طب يا عم الحاج ده صعب. ده بيروح بيصطاد بالعربيه هياخدكم معاه بالعربيه. مش هو يروح وهو ياخد الميكروباص يروح بقى معاه. قشطه هتروح مع البحر بالميكروباص وتيجي معاه. نروح يا زميلي الميكروباص بتاع ابن عمه. انا ركزت جامد مش هتشوف عينه صغيره. هو انا شايف ده. انا شايفه هو بالعافيه. عارف شايف هو بحاله كده بالعافيه. عمال ادور عليه بالكاميرا والله. فين بقى البتاع اللي انت بتقول البح الدودي ده؟ بتاع الحفار. طب ده مش عايز احطه معاهم عشان هيموت تحتهم. حرام يا راجل. هيموت تحتهم يا عم. سيبه معاهم وخلاص هيعيش ان شاء الله. يا عم ما تقعدش تبع قلبنا. حطهم ليه بس؟ حطهم خلاص. طلع الفحار. طلع الفحار عايز خشبه. استنى بقى عشان الفحار اصلا بيغرز نفسه. بيجري وبيعض. الفحار على فكره الفحار له ولو ديل من ورا بيعض اللي هو ديله زي العقربه كده. بس هو مش سام. شفت كلب البحر؟ دوت الحفار اللي هو البابا بتاع كلب البحر. هتلاقيه هنا تحت مستخبي. استنى انا هطلعه لكم دلوقتي هلمعه. والواحد دي قاعد هنا بيرقص مع اخواته. بيرقص مع اولاد عمه. لو تيجي بقى تقعد شويه هنا تلم لك انت قد كده. خربك عشان بيقرص. ابن اللذين. استنى. طلع بس 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 سيبه. عرفته؟ ده بشوفه كتير قوي في الارض عندنا ده. بشوف ده مالي. عارف انت قد كلب. لا 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 ما اهو متخافش يعني مش هيلحق يجري. ماما انا بخاف منه اهو. خد يا ولد خد اهو. تعالى اطلع هنا. ايوه اطلع هنا. اطلع مش عارف يطلع مش عارف يتصلح. ثبته عايز اصوره بقى اهو. يا كلب ايه ده؟ راح فين؟ ده بتصطادوا بيه برضه؟ لا 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 سمير كفايه بقى شيله. عايز احطه في العين. سمير شيله. طب عايز احطه يا سمير. اوعى احطه لك. نهار اسوح. بص بيحفر وينزل تحت الطعم. يا عم ده بتاع مجنون. يا ام يا ابن اللذين. والبحر الدودي طلع كده في الشمس. لا احنا بقى الحفار يا سمير. ده في الارض. هات بقى وريني بقى مصوره زي الناس. حتى البحر الدودي قاعد هناك اهو. اوعى بقى. بيلمع. لونه اسود البحر الدودي. كنت جايب لحد يجري. امسك اقفل بقى اقفل بقى انا بخاف منه. اقفل كلب البحر ده انا بخاف منه. ده كلب البحر العملاق. مرعب. ايه لام البتاع اللي الكسابير جايبه. اصبر يا ابوك هياخد ضغطك. بتاع ابن كلب بيجري ورانا.
خلاص كده انتوا شفتوا الاصغر دوده في الاصغر ايه اصغر تعبان في العالم والطوع وشفتوا الطوع وان شاء الله نوريكم الرحله بتاعه الصيد. ايوه نوريكم رحله الصيد. سمير هيورينا رحله الصيد وازاي ان هو بيصطاد بالحفار الاسماك. اه عشان الحفار روحه طويله. ايوه تحت الميه يوم ينزل يجري تحت الميه هو اصلا بيعيش تحت الميه اصلا. ما هو بقى لما ينزل النيل يقعد يجري في القاع ويجيب بقى السمك العملاق وراه يجيبهم ورا يربطهم بحبال ويجي وراهم ويجري وراهم الاقيه طالع وبيجر ورا السمك. ادينا يا بنتي المسكن احلى حاجه فيها الفطار. احلى حاجه فيها ايوه ولا بعد شيء ما جبته من الرصيف. وهو الفطار لازم يتاخد الصبح عشان الصيدليات هنا بعيده شويه. اشوفكم بقى واحنا بنستخدم الميه الساعه مشبعه التعبان البحدودي والطعم وكلب البحر حفار الدود كله. ايوه يا عم ده قوي جدا. جريته زق العلبه لقيت العلبه الثانيه من تحت نزلت لحد. ليه يا عم سبايدر مان؟ طب والله ما بهزر. اوعى يقرصك تبقى الحفار مان اهو. بس يهبل بصي بصي بتاع يخض عارف بقى عنده فرو وعنده فرو على جسمه اهو. انت بتلمسهم ازاي سمير يا ابني؟ سمير 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 ستوب لقيت انفت خلاص بقى انفت. ادي كمان وريه وريه انفت وادي كمان انفت ربنا موتها ما بيعملش ايه الانفت ده حشره أنفت. حشره خلو بيتكور بتتكور لما نخوفها. ايوه خلو عارفه ده. ايوه احنا ما بنقرفش من الحاجه دي. احنا دي بتبقى تلف نفسها بتبقى زي الكوره زي الانفت. عارف الانفت لما بيلف نفسه كده احنا مسمينه انفت. ده موجود البلد. موجود منه كتير برضه في الارض هناك. خد اهو وده يجيب سمك ايه ده يجيب يجيب نسيته على مين لو اروح معاكم البحر صبر ولا بكر؟ صبر انا عايز اروح بكر. لا او انت لو ودلوقتي احنا في فين؟ في بورتو السخنه. بورتو طفيح. وبورتو طفيح السخنة دي جبنا ليها. احنا دلوقتي قاعدين في بورتو طفيح. ايوه وقاعدين بنتطاب بنصطاد. مساء الخير يا جماعه. ايوه انا قاعده جنب البحر على فكره. ايوه بس عشان الجو السواد لان الجو ضل. بس هو ده نيل يا جماعه. هو ده نيل. ده نيل احنا بنقول ده نيل احنا مش شايفينه. ايوه انا قاعده في وسط. ومعانا دلوقتي شيماء. احنا النهارده يا شيماء بنصطاد اسماك من بورتو طفيح وبنحاول تكون اسماك طازجه. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ احنا حلو خالص. طب احنا نروح للمعلمين الصيادين بقى نقول لهم اصطادتوا لنا ايه النهارده؟ اصغر سمكه. ايوه معايا حته تقيله. طب يلا بينا. ايه ده كده بشنطه السمك اللي معاك؟ انت هتبيع لنا سمك النهارده؟ هي دي حصيلة النهارده؟ اه قراميط وبولتي وفردية. طب بعد اذنكم بقى تعالوا نشوف ازاي كده. سمير كبيرة. معلم سمير هنشتري السمك كله منك دلوقتي. اه ايمن معايا حتة تقيلة. بسرعة يعني بسرعة. ايمن النهارده انت تطلع لنا سمكة ممتازة. يا مساعدة احنا معاك اهو. بسرعة بص يا الله الله ده بجد. ده حاجة بتشد سمكة عملاقة. دي بتشد استاذ صابر. طلع استاذ صابر احنا النهارده لازم نصطاد سمكة عظيمة. ايه اسحب. اسحب يا ايمن. لا ما احنا عايز اجيبها لك. اجيبها لك انا. اخش انا اجيبها لك. ماشي خش. عايز واحد خبره. واحد هتقطع الخيط بتفتح ده. اوعيو. لا 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 اصبر. طب اصبر بقى انا. معانا سمكه. معانا سمكه كبيره ام سمير. معانا سمكه كبيره بجد. تعالى اتفرجها نطلعها ازاي. ايوه احنا هنتعب شويه وبعد كده نجيب. ايوه هي عماله تشد يا ابني. ادينا خفيف في الخيط مالكش دعوه. بس كده بس يا ابني انا مفيش حاجه حلوه. ده ماسكه في الجيب. وطلعت السمكه. انصح مننا. سيب يا سمير. طلعت السمكه. والله كانت بتنط هناك. دي كانت كبيره قوي. يلا نطت هناك شوفها يا ابن الخ. كان هنا ايه جابها هنا مش عارف. وفي حاجه نطت هناك. في حاجه هناك كبيره نطت. عم صابر والله العظيم الحاجه الكبيره اللي فيها جريت وراحت نطت هناك. دي برضه عملتها معايا هنا. لا ده في حته هنا كده. ايه هلام هلام. صدقني انا كنت بسيب لها الخيط بتاعها. يا عيني سزو نايم. خلاص هما مين دول؟ هو ده نفر ولا اتنين؟ دي تبقى مي ميمونه. ايه رايك يا ميمونه؟ هنعمل معاك زي القط والفار. هعلق السن في قفاكي وانت تنزلي تجري في الميه. ماشي السمكه تيجي تقرمك انت تعملي نفسك طعم وتطمني. اطلعك نفر نايم هنا تاني. ايه ده؟ مين ده؟
ولا شايفين حاجة. طب خليها نايمة، خليها نايمة بدل ما تبرد. ها نعلقك يا ميمونة طعم ونسيبك في المية تنزلي تجيب لنا السمكة. ايه رأيك انزلي حضني سمكة بواطي في سمكة كده واحنا نشدك. يلا بابا. ايوه السمك جه خلاص، ما عاد السمك يا جماعه. بابا بص عنكبوت قد ايه، حطوا طعم. ايوه بص عنكبوت قد ايه ياما، بتاع السد الامريكي. يلا هو ده عامله قوي يا بابا. ما منع السمك. منع السمك. في كان في شبكه هنا بسرعه، في عنكبوت. بس كده الواحد يلا العمود كده. لا بس خلاص بقى دلوقتي ده دلوقتي او دلوقتي او دلوقتي بقى حد لاقي بسريه. ده احنا قاعدين في النيل بنطلع بسريه. ايوه يا ريس دي الطعم ميه. بتعمل ايه يا سمير؟ اصطاد عنكبوت. يا مي انا ما بحبك كده. لا لا مش هتحطني. يا يوسف تعال بقى يا يوسف. نور عمال تشرب. هاخد بال من عم عنكبوت كبير على فكره. قلت له ده بيعض بقى يا عم القرف ده يا عم. روح هات السمك يا معلم بقى، بيع لي سمك. روح بيع لي السمك. السمكة تعال يا زميلي بالمشانة بتاعتك. السمكة ب2 جنيه. وجبت لنا ايه سمك النهارده يا معلم؟ ابعدوا عن السرعة عشان السمكة اللي هتقع مش هتيجي. طلع لنا اسماكك يا معلم وريني. هطلع لكم كل الانواع. ورينا رحلتك النهارده في بورتو اطفيح، جبت منها ايه؟ بورتو السخنة. دي بورتو اطفيح. ايوه عندنا اول حاجه. دي سمكه ال سمكه الحنكوش، ما اعرفش اسمها دي غريبه. ما بين السردين وما بين البلطي. القرموط. يعني زي القرموط وهي مش قرموط. استنى انا شغلت البتاع اهي، هاتها بعرضها بقى مش ببوزها. دي سمكه احنا مش عارفين هي ايه اصلا نوعها. بص ايه ده، في سمكه هناك جت تاني. قشطه ورينا يا معلم سمير. اول واحده نوعها مش مفهوم. ايوه ما بين القرموط وما بين. بقول لك ايه، انا بقول لك ايه، طلع لنا الاسماك بتاعتنا طلع الاسماك بتاعتك كلها رصها لنا هنا عشان وعندنا هنا بولتي. ايوه نشوف محتويات الصيد النهارده. كده كده بيطلعوا سمك كتير جدا يعني. بص هحط كل انواع مع بعضها. ايوه ميتين ماتوا. سمكه بولتي لسه جاي لها تشنج، طولها حوالي 3 سنتي. وده قرموط ولا ده ايه؟ قرقور. مش مفهوم. او اسمه سمك ابو الرفيص. اسمه سمك وخلاص. خلي بالكوا ابو الرفيص سمك. انا ده ودي سمكه نفس النوع ابو قرقر تاني. قربته شكتني. ايوه خلي بالك عشان بتعور الاسماك دي غبيه. فتحت ايدي فتحت. ايوه سمكه بالظبط بالظبط في حجم الكنز يعني، ممكن اصغر من الكنزايه بس جميله جميله. في سمكه يا جدعان صغيره جدا انا مصطادها هنا. حاول كده تحط الفلاش جوه العين ممكن تشوفها بتجري. حطها جوه العين. هناك اهي شفتها. عايشه. هناك اهي يا جدعان شفتها، انا مصطادها اللي هو اصطادتها بمهارتي. يا عسل. بتتحرك ازاي؟ الله شفت يا جدعان مهارتي. طب تعالى نشوف. يلا نرجع لبيتي. اصغر سمكه في العالم. بس يا جدعان السمك الصغير ده انا هاخده اربيه، فعشان كده بحطه في كنز عشان يعيش. ورينا عملت ايه هنا. سمكه بورت فتحت لي ايدي. تاني نوع نفس النوع ده اللي مش مفهوم. ايوه حطه جنبه، حط الضحايا كلها جنب بعض. طبعا البولت دي مختلفه. البولت دي صابت فتحه. دي بولتي. لا تقرير عن صيد الاسماك. خلي الكنز ده اعبي فيه انا سمك وكواكع. سمك صغير اللي بليبي. ايوه ده بولتي كوبرا حجم تاني. ده احنا واخدينهم حجم حجم يعني صغير في اكبر في اكبر. طيب يا جدعان متهيألي كان في قرموط هنا صغير. هنشوف يا جدعان. كل ده قراميط. قراميط كل ده قراميط. لا قراميط كده يا جدعان. احنا مسكنا قراميط وبولت. القرموط غير كده يا ابني. والقراميط اهي تيتا والله. قراميط ويلا معورين بعض.
ترى اسوح اكلين بعض. لا دي اكبر واحده اكبر منهم. خليها هنا اصغر اصغر. عندنا هنا الاصغر ده كل ده قراميط ولد طبعا كده. دي المظبوطات اللي تمت في النيل. واعملك سمكه. هي كده احنا ظبطنا. ظبطنا في النيل كل الاسماك دي. وطبعا اخر سمكتين معانا ولسه هم هناك بيصطادوا. في واحده عملاقه جدا كل ما يمسكوها تجري. هتيجي دلوقتي هتتاكل. هي كان كبيره انا شفتها قفزت في الميه والله كان كبيره قوي. هنهجم عليها. عندنا هنا اخر نوعين. عندنا هنا قرموط واخر نوع هو المختلف بوري. نحطها فوق هنا بقى فوق البولتي. طبعا دي يا جدعان بصوا ده البولتي ودي القرميط وده نوع مختلف تحسه كده. مش عارف بس كده. وده كده الاسماك اللي احنا جبناها النهارده. اول ما نصطاد نوع جديد هنوريه لكم. دي تقارير الاسماك اللي طلعت النهارده. عاملك سمكه فيهم اهي. عاملك سمكه. ايوه عاملك سمكه. طبعا عندنا هنا طبعا هو ده طالع من النيل حالا. يبقى جاي منين؟ مش مزارع ده. اسمها ميزه دي. ميزه؟ اللي بتلمع دي اسمها ميزه. الله دي فعلا بتلمع الوان وراسها صغيره. ما هي اسمها ميزه. فين كده سامي؟ خلاص رميتها وسطهم. او دلوقتي بقى تعالوا نروح نشوف اللي داير هناك. الطعم العجيب اهو بيلعب. واحده معايا. واحده معاك سمكه؟ ادينا انا والنبي. لا سيب بعدينك بعدين. سيبه عشان ما نضيعش السمكه. انا الاول تابعه. انا اول تابعه. طبعا عارفه. انا حاسس ان في سمكه جايه. السمك اللي خليتها شيل ده ميه بجد هيعملوها حظ. انا معايا السناره شدت بعدين ثابت. شدت وثابت؟ شدت جامد جامد كانت هتفرد وحسبت بسرعه. استنى كده اهو. هي عماله تجري شايفها؟ اهي بتشد معاك. نقفل ده. هنجي لكم يا جماعه بعد ال انا بمسك انواع ثانيه. هات ثواني كده. ايوه مع اول نوع ثاني. خد ايمن ولما بهزر حط له التوك توك تيتو وماما غيروا في كلامهم من فوق. روح هات الكلب. وده كده يا جماعه الصيد بتاع جوزي. الله اكبر عليك يا جوزي. الله اكبر عليك. تصطاد لنا بساريه. عين عليك برد يا اخويا. هات الكنزه الثانيه. كان في كنزه ثانيه هنا. راح اصطاد قرقوره ما تتعداش ال 3 سم. في الاخر دخلت في جلابيه الاستاذ صابر. هات المقص. هات المقص. هات المقص. سيبها تعالى فوق. مش عارف. يا ريوي. حد مع المقص. يا تيتا غيرت في. هات هات المقص. يا جدعان. هنا خلاص شيماء اغمى عليها نامت. يعني يا شيماء. وهنا سلمية وقعت في حضن ملك نامت. ماي انت لابسه ايه في ايدك؟ وريني لابسه جو. هات البسه في ايد اليمين. ده عشان خاطر جودي بنص كم عشان بردانه. حرام عليك اتبرد ايديها. هاخد اليمين عشان امسك سمك ما يتظبطش من ايد. هات هات ايوه هقص غطاء. انا الكنزه دي جواها ثلاث سمكات صغيرين كده واديها اقصها عشان العب فيها. ايوه هات المقص يا جد. راح فين؟ ويا راح فين؟ حبيبي جبت سمك. هات ايمن بقول لك ايه والتوك. خد قد الجد. الغي شويه وتلاقينا نايم على البلاط هنا. مين اللي عامل ده؟ وهي بس الصبر حاطط الفلتر وقاعد مستني الفرج. فرج اتاخر عليه. ايه يا ايمن حاجه طلعت؟ السرمي انا اللي طلع. ما شاء الله حصيله حلوه. انا هرمي حته الكنز الابيض صار 100 في الميه عشان السمك يحلق دقنه على العيد. هاي هرميها في الميه عشان السمك يحلق دقنه على العيد. ايوه سمير وصلت لحاجه؟ انا بعد
عارف يعمر الطعم. تعمر البندقية. خد المقصة اهي يا جدعان. خدها تاني. كملي بيه ضوافر، خلي بالك يقع منك في المية. لو وقع هنط وراه. هملي الكنزة بقى مية عشان ايه؟ مكان هنا رائع يا جماعة، جميل جدا. مكان هادي وحلو جدا وجميل. انوار واسع، حاجه جميله قوي. يبقى جربوا بظروف. المكان ده هنا في كانتين اهو بيطلع مشروبات. بتكلمي مين بابا؟ تنزل برتقالي صور في بورتو اطفيح، في مدينه اطفيح تبع محافظه الجيزه برضو. والميزه يا جماعه ان المكان وفرشه النيل، جو روعه. طه اصطاد حاجه، امسك. اوعى مش باين، اوعى مش باين. صحيح ده قرموط، ده قرموط بجد على فكره، وربنا قرموط. ده قرموط بلدي، عمال يعمل، عمال يزن تحت ايده يعمل زقزق. يا وريني يا عم صبري عشان ما تقولش. تعالى اهو، ده قرموط يا بنت. تعالى، ما انا مصوره هنا. ده قرموط، ده قرموط بجد، ده بقه مبطل. اه ما اعرفش بقى. اوعى ده بلعه، اوعى عمك قال ده بلع السن. والله العظيم ده قرموط. خرج القرموط ده والنبي، والله ده قرموط. ده قرموط بجد، وبلع البتاع جوه. بص قرموط، حتى بص الكلام ده، ده هاخده اربيه. انا عايز اربي قرموط عشان تاكل. ده بلع السن، بلع وحشه. يا عم قفشنا قرموط عشان هيموت. لا يا عم ما يموت، يا عم نطلع السن. وراح جوه بطنه، معانا سن واحد. عادي لسه عايش اخويا. افتح افتح بطنه، افتح بطنه. تعالى فين اعمل ايه؟ دخل جوه كرشه. وريني كده يا سمير، وريني يا سمير. افتح بطنه، بصي تعالى وريني حجم القرموط اللي بابا اصطادوه لي كده. وريني كده يا سمير. قرموط، بصي قرموط بلدي بلدي، بصي لونه فضي، حتى لونه فضي. قرموط بلدي بلدي، عارفه اللي حصل بقى؟ بلع السن جوه بطنه. حتى بص السن فتح بطنه عشان دخل جوه بطنه. يا عيني قرموط يا تيتا، قرموط بلدي. قرموط بلدي بلدي. احطه بقى، انا هحطه بقى. حطه في الكنزه الثانيه، الكنزه الثانيه عشان يقضهم. يا عم يقض ايه؟ لا ما المحطه المعديه زمان يا سلام. قهوه ايه؟ قهوه ساده. ايوه النور ده حوالي كتر الميه كده، ينزل برجلنا في الميه. هي برده يكون مسيره من التحدي. ده هنا حمام السباحه اللي هنا جايب ماسوره يوسف. لا اللي بيخرج ايه؟ اللي خرج ده. ده تحتيك انت على طول ماسوره. ايه؟ تحتيك انت على